ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. طبعا عملية التمثيل الغذائي أو ما يعرف باسم الأيض من المصطلحات اللي يمكن بنسمعها من وقت للتاني من دكاترة كتير في تخصصات طبعا مختلفة، لكن بيأكدوا إن هي مهمة جدا والنتائج المترتبة على إتمامها بشكل طبيعي دي مهمة جدا. لكن إيه هي عملية التمثيل الغذائي بالظبط؟ وإزاي يتم؟ وإيه الفوائد اللي إحنا يعني بنستفيد منها في جسمنا؟ كل ده هنعرفه أكتر مع ضيفتي المشرفاني ومنوراني النهاردة دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. أهلا بيك يا دندون. حبيبة قلبي منورانا جدا. يا حبيبتي بنورك والله. وسعيدة بموضوعاتك الرائعة بجد. أنت وعدتينا هنتكلم عن موضوع التمثيل الغذائي وأنا بجد مشتاقة أعرف يعني أنا أول واحدة عايزة أعرف منك بقى، أعرفينا إيه هي عملية التمثيل الغذائي ولنا بقى إيه اللي يعني إيه قصتها. التمثيل الغذائي عملية مهمة جدا، بالانجلش المصطلح الطبي بتاعها الميتابوليزم او الايض. التمثيل الغذائي مفهومه كده يعني هكلم الناس بطريقه بسيطه، هي تفاعلات كيميائيه الجسم بيعملها يحول لي الاكل اللي بناكله لطاقه. حلو. فمن غير تمثيل غذائي فعلا مفيش حياه، لان انا بقول التمثيل الغذائي مش بس عشان يعلي لي معدل الحرقه او للنشاط، يعني انت كل ما التمثيل الغذائي بتاعك بيعلى انت نشاطك بيعلى. لكن الحقيقه يا عظيمه في طاقات خفيه ناس كتير مش عارفه ان الطاقات الخفيه داخل الجسم محتاجين فيها عمليه تمثيل غذائي. زي ايه؟ زي طاقه التنفس او طريقه النفس اللي احنا بنتنفسه، ده محتاج سعرات حراريه ومحتاج تمثيل غذائي. نقل الهرمونات اللي في الدم من الجلاندز او الغدد اللي بتنتج الهرمونات لمستقبلاتها في الخلايا محتاجه تمثيل غذائي. نقل الفضلات والتخلص من السموم والديتوكسيفيكيشن بتاع الجسم كله محتاجين فيه تمثيل غذائي. عمليه هضم الطعام دي عمليه صعبه جدا، احنا ما بنحسش، اولا احنا طبعا لو هنتكلم على الهرمونات انا ما بحسش بهرموناتي لكن ده تمثيل غذائي، زي ما بحسش بعمليه الهضم. عملية الهضم عملية صعبة جدا. أكيد. محتاجة سعرات حرارية ان احنا ناكل والمعدة تبتدي تشتغل والامعاء تبتدي تشتغل والهدم والبناء للاحماض الامينية والحاجات دي كلها، كل ده محتاج تمثيل. التمثيل الغذائي قصة كبيرة جدا ولازم نهتم. ست راجل، لو هتكلم الفرق بين الست والراجل ايه بقى؟ الراجل التمثيل الغذائي عنده الميتابوليزم اعلى، الجندر بيفرق معاه، لان الست عندها دهون اكتر من الراجل، الراجل بنيانه عضلات اكتر. عضلات. فمهم ان انا حتى الستات تبني عضلاتها او يعني تتمرن عشان تعلي سرعه التمثيل الغذائي. أوكي. فالتمثيل الغذائي مهم جدا جدا للبقاء على الحياه الحقيقه. طب قولي لنا بقى يعني ايه؟ احنا عندنا طبعا احنا اتكلمنا دلوقتي عن فوائده لجسمنا صح؟ آه طبعا. طيب الأضرار اللي ممكن بقى تجينا من عملية التمثيل الغذائي، هل ليه أضرار ممكن طبعاً تأثر طبعاً علينا؟ طبعا قلة عملية التمثيل الغذائي أو قلة سرعة عملية التمثيل الغذائي، طبعا بتلاقي المود بتاعنا مش حلو، ما عنديش نشاط خالص، ببدأ أدخن، ولو الموضوع ده استمر بنخش في حاجة اسمها متلازمة الأيض. ايه متلازمه الايض؟ متلازمه الايض مش مرض معين، هي مجموعه من العوامل الخطره بتؤدي الى امراض وحشه، زي بتلاقي ان مستوى السكر عالي عندي في الدم فبيؤدي الى مشاكل في مقاومه الانسولين ومشاكل السكر، ضغط الدم عندي بيرتفع فبيؤدي الى مشاكل صحيه. أوكي. فهي بتبقى عوامل خطره بتؤدي الى مشاكل صحيه، فلازم نعتني جدا ونعرف ازاي ست راجل شباب. طبعا متلازمه الايض بيبقى فيها حته وراثيه. يا طبعا لسه هسالك، هي الاعمار فيها اعمارها يعني من سن صغير لحد الكبار السن ولا ليها اعمار معينه ممكن تبقى هي يعني شائكه فيها؟ طبعا كل ما بنكبر في السن الميتابوليزم بتاعنا بيقل. بس الحقيقه دلوقتي في شباب بيعملوا عادات خاطئه جدا بيؤدي الى قصه ان التمثيل الغذائي ما يبقاش في احسن حالاته. وعلى طول بقول حتى الامهات اللي بيربوا الصغيرين اعرفوهم ياكلوا ايه، لان انت والبيبي او الطفل وهو صغير اللي احنا بنعمله فيه هو اللي بيتأسس عليه بقية حياته، بيتأسس عليه
بيتقس بالظبط. فلازم اي ام عليها عامل العيال بياكلوا ايه. صح، مش كل حاجه عايزين سويتس، عايزين حلويات، ما كل الحاجات دي في بدائل، في بدائل حلوه برضو وهيتعودوا عليها. طبعا صحيح. فلازم برضو كل ام يبقى عليها عامل. والشباب دلوقتي كتير بيعملوا حاجات بتهدم لي التمثيل الغذائي من غير ما احنا نحس. يعني دي يعني العوامل اللي احنا بنعملها دي المفروض ما تتعملش. طب قولي لي الطرق اللي تحسن من عمليه التمثيل الغذائي، ايه اللي احنا نقدر نعمله نحسن منها؟ احنا حاجات كتيره جدا. زي ايه بقى؟ اولا لازم افطر. يعني الموضوع لا انا مش هفطر عشان اخس، انت افطري عشان تخسي او انت افطر عشان تخس. صحيح. اول حاجه الفطار مهم جدا لسرعه الحرق، وجبه اساسيه. صح. بس الفطار يبقى ايه؟ يعني يبقى سلطه، يبقى حاجات يعني ما يبقاش فيه نشوي كربوهيدرات كتير، يبقى فيه خضروات، وجبنه قريش مثلا. طبعا جبنه قريش، خضروات، توست، عيش بني، الحاجات اللي هي بالشيا والحاجات اللطيفه دي. بالظبط، ده بيعلي لي جدا سرعه التمثيل الغذائي. حلو. الاكل الوجبه الرئيسيه بلاش قصه بالليل دي اطلاقا. ده في ناس مصدومه بسبب الموضوع. بالظبط بالظبط. مفيش حاجه اسمها انا هسيب الغدا اكل اليوم كله ما اكلش وبالليل بقى اكل الوجبه بتاعتي الدسمه وانام. كلها هتتراكم، كل ده هيتراكم. لازم اشرب ميه كويس قوي. اقلل الحلويات والسكريات. لو انا قعدت اكل سكر كتير هيعلي لي مقاومه الانسولين وهخش في مشاكل في التمثيل الغذائي. بلس الفيتامينز مهمه جدا. انا لسه عايزه اسالك بقى ايه بقى انواع الفيتامينز اللي تناسبنا لما احنا كل ما بنكبر زي ما بنقول كده بيقل مننا سعرات طبعاً. في الحرق زي بقى ما احنا بنقول كده عمليه التمثيل الغذائي برضو بتقل معانا. طيب نعمل ايه؟ ايه اللي ممكن نكمل بيه نخليها مظبوطه؟ من اهم الفيتامينات يا عظيمه اللي بتعلي لي سرعه التمثيل الغذائي فيتامين ب المركب، اللي هو كل البيه. مجموعه كل البيه بالظبط. كل عيله فيتامين ب هي اللي بتحول لي الاكل لطاقه. يعني هي اللي بتسرع لي سرعه التمثيل الغذائي. لو هتكلم ايه المكملات الغذائيه او بالنسبه لي من افضل المكملات الغذائيه اللي فيها كل مركب فيتامين ب، لان انت بتلاقي مكملات غذائيه تانية فيها مثلا نياسين ثيامين بس ما فيهاش رايبوفلافين، فانا عايزه مش كله بالزبط. مش كلها. فالحقيقه اللي ميز الف مالتي فيت من انتاج الشركه المحترمه شركه بايو ناتشرال اللي بيميزه انه ملم بعائله فيتامين ب كامله. انا عندي داخل الف مالتي فيت نياسين ثيامين رايبوفلافين فوليك اسيد بايوتين كوبلامين، كل عائله فيتامين ب 1 و2 و3 و5 و7 و12 و9. طبعا اهو العلبه معانا هي الالبا. بالظبط. الفا مالتي فيت. الفا مالتي فيت ملم بكل عائله فيتامين بي، فيتامين بي، فبيعلي لي جدا سرعه التمثيل الغذائي. بلس ان داخل هذا المنتج المحترم، انا بقول عليه محترم لانه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، وده مهم، ودي حاجه حلوه جدا ان انا ابقى مطمنه وانا باخد مكمل غذائي انه موجود زي ما احنا شايفين تحت، متوفر بجميع الصيدليات، ودي حاجه مهمه. حاجه حلوه جدا طبعا، هتساعد ناس كتير قوي بتدور عليه في الاماكن القريبه منها، كمان في المحافظات عشان هم بيعانوا كتير. بنحاول نوفر في كل محافظات مصر، وشركه بايو ناتشرال طرحه ارقام الشركه عشان اللي هيتكلم في التليفون يسال على الصيدليه اللي جنبه. ده حلو قوي. طبعا ده حلو قوي، ده عشان كل اصدقائنا اللي بيتابعوا وعايزين يوصلوا له. عايزين يوصلوا كل هي المكونات الفيتامين الفا مالتي فيت اهو. الزنك رقم واحد مكتوب. الزنك برضه نسبه حلوه طبعا، والفيتامين سي 500 طبعا، ده كويس جدا طبعا. يعني طبعا وفيتامين هي طبعا الزنك مهم كمان للمناعه. يعني انا مش بتكلم بقى ان اصلا بي 6 ده ما بيبقاش موجود في كل اصلا. معلش الحقن اصلا اللي بتبقى في ناس مكتوبه لها فيها مجموعه البي، ساعات ما بيبقاش فيها بي 6، بتبقى موجوده في نوع ونوع. لا على فكره صح. اصل انا بعاني من النقص ده، فبيبقى عندي مشكله جدا، فبتابع جدا القصه دي. والحلو فيتامين بي ان هو ووتر سوليبل، يعني لازم نشرب له ميه. بيشرب له ميه، والاكسيد من الفيتامين بيطلع عن طريق البول، ما بيتخزنش في الخلايا. حلو قوي. فرائع فيتامين بي. وشايفه فوليك اسيد نسبته حلوه قوي قوي. يا دينا ما شاء الله، يعني 400 ده كويس جدا. 400 مايكرو جرام مش ميلي جرام. مش ميلي. اوكي. 400 مايكرو جرام. المره الجايه انا بس بنسبه وتناسب، مع انه موجود في معظم ايوه بالظبط الفيتامينز المهمه.
وفيتامين بي 12، ده فيتامين بي 12 الكوبالامين. انا قلت لك بي 12 انا من شفته طبعا، اهم الفيتامينات لتكوين خلايا الدم الحمراء. اوكي، وبي 6 ده. بي 6 وعندي البيوتين، البيوتين مهم قوي لعمليه التمثيل الغذائي ومهم جدا للشعر. للشعر والزنك كمان صح، الزنك رائع، مناعه خصوبه عند الرجال طبعا، والنحاس طبعا. عندي كالسيوم كمان داخل اكل مالتي بيت، والحلو في الكالسيوم انه 70 ملي جرام، البني ادم الطبيعي محتاج 1000. كنت لسه هقول لك محتاج 1000. طب ليه عاملين 70؟ عشان احنا بنقول ان الب مالتي فيت مكمل غذائي، هو مش علاج لهشاشه العظم، ليس علاج، لكن هو بيساعد على تكوين خلايا العظام، والبني ادم الطبيعي محتاج 1000، الحامل محتاجه 1200، لكن انا بتكلم على البني ادم الطبيعي. فالحلو في الب مالتي فيت ان الكالسيوم مش هيحصل له اكسيد، مش حلو ان الكالسيوم يعلى في الدم طبعا، مش كويس، لكن الا في حالات معينه لو هو هي عندها نقص بقى، وده هي بتاخد بتكمل على جنب المكمل الغذائي صح كده. لو في نقص شديد الطبيب المختص بقى بيديها جرعات مكثفه فهمت. ده دي دي بتبقى اوردر من الدكتور تحت استشاره الطبيب. وطبعا الكالسيوم مهم للعظم ومهم لانقباض عضله القلب، مش بس للعظام. طبعا طبعا كالسيوم وقصاده مغنيسيوم. فالب مالتي فيت طبعا مرخص من هيئه سلامه الغذاء ومتوافر في جميع الصيدليات. السعر رائع طبعا، سعره حلو قوي، متناول الجميع يا دينا صح؟ اكيد متناول الجميع. بقى يا جماعه الارقام الخزعبليه بنسمعها في الفيتامينز المستورده للخزعبليه طبعا. معانا اهو التصريح قوي. الشهاده اهي، شهاده تسجيل منتج الب مالتي فيت يعني، وده يدي امان لكل الساده المشاهدين اللي انا بحترمهم جدا. بس هو لو مش كده مش هينزل عمره في الصيدليات، لا عمرنا ما هنلاقيه في الصيدليات. عارفه يا عظيمه، يعني انا اوريدي في الصيدليه، عشان كده بقول لو في الصيدليه احنا مش محتاجين نعرض الترخيص على الشاشه، لكن للناس اللي برضو مش اوير ومش عارفه وعندها الجانب ده بتخاف منه طبعًا. تبقى اطمئنت. وشركه بايو ناتشرال طبعا ليها جزيل الشكر انها تعرض الترخيص وانا بحترم هذه الشركه، لان شركه بايو ناتشرال لا يمكن هتشتغل في منتج غير مرخص. حتى بقول بعد كده ان ذا فيوتشر لو اشتغلوا على منتجات تانية، مفيش حاجه هذه الشركه هتنزلها غير وهي مرخصه من اصلا. ده مش بالساهل، الترخيص ده ما بيجيش بالساهل خالص، لا ده سنين. انا بس عايزه اقول لحضراتكم ان فعلا الناس دي في فعلا حاجات الواحد بيعرفها، بس كده احنا يعني كناس عاديه بنعرف ان في حاجات جات من اصدقاء مقربين في المجال او في المكان انها بتترفض، ما بتاخدش ابدا التصريح او ما بيطلع لهاش ده خالص، فبيبقى في صعوبه فيه. فهو الشغل على البرودكت ده طبعاً. لو هو مش محترم مش هياخد، هيحصل على الموافقه. لا هي اصلها معادلات وحاجات طبيه وتستات، حاجه امنه هتترخص، حاجه مش امنه لو اتعمل ايه مش هتاخد التسجيل. طب ما تقولي لنا بقى الاعمار اللي ممكن تاخد الكبسولات دي بتاعت الب مالتي فيت المكمل الغذائي ده، من اعمار قد ايه تساعد ممكن؟ من اعمار من قولي مثلا من 14 سنه اقدر استخدمه ده. لكل الاعمار. أوكي. لكل الاعمار اكيد العمر الكبير بيحتاج فيتامينز اكتر مثلا. ماشي اوكي، أكيد. بس اقصد الصغيرين بس كمان، بس الصغيرين برضو بياخدوه، لان كمان في مشكله في الشباب ان هم بيحبوا ياكلوا الحاجات الوجبات السريعه. هي دي مشكله، فدي مشكله على فكره. الكربوهيدرات او الكربوهيدراتس اللي هي المكرونات والرز، الحاجات دي والنودلز، الحاجات دي سريعه التحضير، لكن الاكثر منها الفاست فود برضو والحاجات اللي هي دي مصيبه فود طبعا، كارثه. ويمكن عايزه اقول ان من اهم حاجات بالنسبه للاكل بتسرع لي عمليه التمثيل الغذائي الدهون الصحيه. تقول لك دهون، دكتوره دينا بتقول دهون افوكادو، ما هو في دهون افوكادو صحية. قولي بقى قول لنا يعني حاجات حلوه. افوكادو أيوة هايل، زيت الزيتون طبعا، زيت الزيتون حلو جدا، المكسرات فيها دهون صحيه كويس، السلمون بس المكسرات تتحمص فرن صح؟ مفيش قلي. لا قلي لا وقصه القلي كمان مهم ان انا لما باجي بقلي ما قررش القلي بتاعي كذا مره طبعاً. عشان كده بخاف من الاكل بره انا ما اعرفش مطبوخ ازاي، اكيد فاكل البيت مهم يعني صح. من المشروبات اللي بتعلي لي كمان الشاي الاخضر، القرفه، الجنزبيل. طب والناس اللي عندهم ضغط بيعلى شويه في القرفه والجنزبيل نبعد بقى عن ده وممكن طبعاً. ناخد الحاجات مالتي فيت. انا على طول بتكلم ان ما عنديش امراض حلوه، لان هنفرق بين المكمل الغذائي ليس في ماده فعاله تعالج اي حاجه في الحياه كويس، هو بيساعد هو حاجه بتساعدنا بس. عارفه ببساطه كده صيانه للجسم
يعني لما بتيجي مثلا بنشتري عربيه جديده المفروض بعد 5000 كيلو صيانه 10000، فانت بتعملي صيانه كده للجسم. صحيح. بتدعمي بيها الصحه، تدعمي بيها النشاط، تدعمي بيها الحيويه، تدعمي بيها التمثيل الغذائي، انتي اوكسيدنت، لكن ليس علاج وليس وقايه لاي مرض برضه. طيب اوكي، حلو قوي الكلام ده. طيب قول لنا بقى الجرعات. انا دلوقتي انا اهو قدامك بقول لك انا هاخد قد ايه بقى، انا هستخدمه هاخد قد ايه بقى منه الجرعه بتاعتي اليوميه يا دينا؟ الجرعه اليوميه هي كبسوله واحده في اليوم، دي كافيه جدا. حلو قوي. مع الاكل الصحي. مع الاكل الصحي. الجرعه اليوميه كبسوله واحده هناخدها امتى؟ لو بفطر كويس يبقى بعد الفطار بنص ساعه ساعه الا ربع. لو وجبتي الرئيسيه غدا بعد الغدا. حلو قوي. الحلو اللي فيه انك هتلاقي على طول النشاط بتاعك بقى متجدد، واول ما نشاطك بيتجدد او اول ما نشاط اي حد بياخده بيتجدد المود بيعلى. بيفرق. مهم قوي قصه ان انا العب على المود. ضغوطات الحياه والضغوطات النفسيه، كل على فكره يمكن كمان الضغوطات النفسيه بتاثر لي على التمثيل الغذائي. Yeah. بمعنى لو انا طول الوقت في توتر توتر توتر، انا بعلي نسبه الكورتيزول من الغده الكظريه جدا. والكورتيزول ما ينفعش يعلى او يقل، هو المتحكم في كل هرمونات جسمي. أوكي. الكورتيزول لو عالي هيأثر لي ويعمل لي خلل في التمثيل الغذائي. دي كارثه طبعا. طبعا لو حصل خلل دي تبقى مشكله. لا بالظبط. طبعا شايفين على الشاشه الميزه بتاعت الفا مالتي فيت المرخص، كل مره هقول مرخص من هيئه سلامه الغذاء عشان وده اجمل عشان طبعًا. الناس اللي بتشوفنا وبتتفرج تبقى مرتاحه وانه موجود في اصلا من غير حتى ما نعلن الترخيص، ما دام في الصيدليه باخده وانا قافله عيني. ده مبدئيا. انا مكتوب عندي الاعلى في التركيز الزنك يقوي المناعه، لانه طبعا احنا عارفين المناعه يعني فيتامين سي وزنك. وزنك وطبعا زنك يبقى لازم يبقى قصاده الكليب بتاعه النحاس. النحاس انتوا حاطينه. مظبوط. عندي غني بمجموعه فيتامين ب كامله، وده صعب قوي تشوفيه في اي مكمل غذائي اخر. أنا او اي مالتي فيتامين بصراحه. انا لفت نظري. لان ويعمل معايا قوي فيتامين طبعًا. دي مهم. في بقى حلقه هطلع معاكي فيها اتكلم على اهميه مضادات الاكسده. الله. مش النهارده. أوكي. بس اول ما قريت يعمل كمضادات اكسده ممكن الناس تقول طب ايه يعني ايه يا دكتوره دينا مضاد اكسده؟ هتكلم على مضادات الاكسده في حلقه ثانيه. اوكي. لكن مهم جدا ان انا اشتغل على الاكسديشن بتاع الجسم. أوكي. يحتوي على مزيج طبعا زي ما انا قلت زنك ونحاس. زنك ونحاس يعني بشره شعر ذكوره طاقه مناعه. ذكوره بيحسن الذكوره بشكل ما وليس علاج لامراض العقم طبعا. أوكي. دي بتبقى دكاتره واختصاصات مختلفه تانية. يجمع بين الزنك والبيوتين والنياسين والنحاس لدعم صحه الجلد والشعر والاظافر. ده اللي بيميز الب مالتي فيت عن مكملات غذائيه موجوده اخرى في الماركت. حلو قوي. طيب لكن هو ملوش بديل بقى خلاص؟ هو ده الشكل ده مهم. ما انا عايزاكي تاكدي بقى ده مهم. يا عظيمي انا ما عنديش بديل لالب مالتي فيت لا بالاغلى ولا بالارخص. طبعا الساده المشاهدين ستات رجال اي حد بيتفرج علينا بيصور شكل العلبه، هنروح للصيدليه او لو انا بكلم الصيدليه دليفري ببعت للصيدليه على الواتساب. أوكي. ده انا مش عايزه بديل، انا عايزه الب مالتي فيت. فهمت. عشان ممكن تتحط بدائل تانية بس يعني بيبقى في بدائل بيبقى فيها مثلا فيتامين سي، بيبقى فيها حاجات، بس البدائل اولا اغلى جدا. العلبه دي فيها كام شريط بقى؟ فيها 3 شرايط. اوكي. ال 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 بيكفي شهر. يعني 10 كبسولات للشريط الواحد. الشريط الواحد ده هايل. طيب هنستمر مع عليه قد ايه؟ عادي لايف تايم، لان اصلا تركيزاته بسيطه. يعني انا ما مش التركيزات العاليه اللي باخدها من الفيتامينات 3 شهور واقف و3 شهور. هو تركيزات الفا مالتي فيت حلوه. يعني احنا نقدر نستمر عليه فتره قد ايه؟ على طول ما عنديش مشكله، ما يجرالناش حاجه عادي. لا 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 يعني لا. مش زي باقي الفيتامينز ممكن اقعد 3 شهور مثلا وافصل شهر. الفيتامينز اللي بتتكتب او لو هدخل ادعم بحاجه ثانيه. الفيتامينز طبعا حطه طبعا الترخيص تاني على الشاشه. أوكي. وحلو. انا بحب جدا ان يمكن الناس لسه بتفتح دلوقتي التلفزيون تشوف فين الترخيص يا دكتوره دينا على الشاشه، واحرص كل مره ان شاء الله بطلع في اي قناه في اي برنامج الترخيص هيبقى موجود على الشاشه. اوكي. لو هتكلم على الفيتامينات اللي تركيزها عالي، ناس كتير بتحتاج ده لو عندهم نقص شديد. اوكي. بيستمروا عليه قد ايه؟ مش انا اللي بقول، الدكتور المختص اللي بيقول. كويس. لكن بالنسبه للالب مالتي فيت لا ده نقدر نستمر عليه عادي، مفيش مشكله. ما عنديش اي مشكله. طب افرضي انا باخده وباخد معاه جنبه فيتامين د، يجرى حاجه؟ لا خالص. بس طبعا لازم لو فيتامين د عندي ناقص لا غنى عن فيتامين د للمناعه وللحياه. فعايزه فيتامين د باخده از سبلمنت تاني وباخد معاه الب مالتي فيت، مفيش اي مشكله. طيب دي حاجه هايله جدا. احنا بصي بقى، انا بالنسبه لقصه الاطفال، احنا لو هنبدا مثلا الولاد بتتمرن او كده واخدنا الالفا مالتي فيت، شايفاه كافي مش محتاجه اديهم حاجه تاني جنبه؟
ألب مالتي فيت لو في التمرين اوكي، هو طبعا في فيتامينز مهمه زي فيتامين بي اتكلمت عليه تمثيل غذائي مهم جدا لصحه الاعصاب. اوكي، عشان كده بتلاقي مريض السكر الدكتور المختص بتاعه بيديله الادويه سواء انسولين او الادويه المتعارف عليها وبيقول له امشي على فيتامين بي. أوكي. عشان مريض السكر اكيد بيبقى عنده التهاب في الاعصاب. طيب بالنسبه للي بيتمرنوا مهم ان هم لو بيشيلوا حديد او بيشيلوا اوزان ما ايدهم ما تترعش. محتاج فيتامين بي، محتاج زنك. اوكي، زنك محتاج للمناعه ولارتخاء العضله. حلو ده. مهم مع ده ان هم ياكلوا بروتينات اكيد لو عايزه. هاي بروتين لازم هاي بروتين، يعني ياكلوا اكل فيه بروتينات. انا بصي سعيده جدا بوجودك معايا بجد، شرفتيني ونورتيني. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني دكتوره دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله لينا لقاءات تانية علشان نجاوب على اسئله اصدقائنا اللي هتجي لنا في الموضوعات اللي انت وعدتيني تتكلمي فيها. معاكي عظيمه على طول يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا حبيبتي. نوراني دايما، بشكر حضراتكم جدا لمتابعه حضراتكم معانا في الحلقه، واتمنى يا رب نكون جاوبنا على اسئله الخاصه بحضراتكم. ومن هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم على خير وصحه وسعاده، وسلام عليكم.